الآن صدر مرسوم رئاسي في 2008-2009 بداية 2009 للبدء بترميم كنيسة المهد، وشكلت اللجنة الرئاسية لترميم كنيسة المهد. في 2010 تم تحويل أول مليون دولار من الخزينة لدولة فلسطين لحساب اللجنة، ومن هناك انطلقت الدراسات والتحاليل والعطاءات الدولية من أجل تحليل واقع الكنيسة. وبتبدأ العمل في الفسيفساء، في القصارة الداخلية، تنظيفها، تقويتها، لأن جزء منها نتيجة الأمطار ابتعد القصارة عن الحائط وبلشت تكت، ومعها كان يكت الفسيفساء من 2000 متر مربع فسيفساء كانت تزين الكنيسة. بقي فقط نتيجة تغير الأحوال الجوية ولظروف معينة بقي فقط 125 متر مربع. أنا أتحدث عن 1000 سنة. جميع أعمال الترميم اللي تمت في الكنيسة بما فيها الفسيفساء قامت فيه الشركة المختصة في الترميم الإيطالية. هذول كلهم بيكونوا خبراء في الترميم. طبعاً هاي عملية الترميم خصوصاً الفسيفساء كثير مفصلة وكثير معقدة وفي لها تفاصيل كثير، يعني خلينا نقول خاصة فيها ما بعرفهاش جميع المختصين في الترميم إلا الجزء الخاص في هذا الموضوع. احنا وصلنا تقريبا للمراحل النهائية داخل الكنيسة. احنا عندنا شغالين في ترميم أعمدة الكنيسة، كما بتعرفوا في 50 عمود في الكنيسة، على 33 منها عليها رسومات تعود للقرن الثاني عشر. لحد هلا تم إنجاز حوالي 42 عمود من أصل 50، والمنتظر إنه ننتهي منها في الربيع العام القادم.